حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم السنوي في العراق إلى 6.6% في عام 2023 بعد أن كان 5% في عام 2022. وعلى الرغم من أن الصندوق توقع أن ينخفض التضخم السنوي في العراق خلال عام 2024 إلى 1.6%، إلا أنه أشار إلى أن التضخم السنوي في العراق خلال عام 2020 بلغ 0.6% ليرتفع في عام 2021 إلى 6%. توقعت غرفة التجارة في ديالى انخفاض ما أسمته دولرة معارض السيارات بنسبة 50% خلال 3 أشهر. وبحسب الغرفة فإن إلزام أصحاب معارض السيارات بتعهدات خطية في ديالى وبقية المحافظات باعتماد الدينار بدل الدولار في عمليات البيع والشراء ستدفع إلى متغيرات تنصب إيجاباً على الملف الاقتصادي وستسهم في خفض الطلب على السوق الموازي لشراء الدولار، ما سينعكس بشكل إيجابي على قيمة الدينار. قالت وزارة التجارة في العراق أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي 6 أشهر. وفي السياق أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب أنها اشترت ما يزيد على 1 مليون طن من القمح المحلي من مزارعين في 13 محافظة. وكان العراق قد اشترى العام الماضي 1 مليون طن من القمح من الخارج لتعويض نقص الإنتاج الذي يعتمد بشكل كبير على الأمطار وتدفق المياه من نهري دجلة والفرات. احتل العراقيون المركز الرابع في قائمة مشتري الشقق السكنية في تركيا خلال شهر نيسان بحسب هيئة الإحصاء التركية. وبحسب الهيئة فإن إجمالي شراء الأجانب للمنازل في تركيا بلغ أكثر من 2500 شقة خلال شهر نيسان الماضي. وحل الروس في المركز الأول وتلاهم الإيرانيون ثم الأوكرانيون ليحتل العراقيون المركز الرابع بعدما كانوا في المرتبة الثالثة في شهر آذار الماضي. قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن الحكومة الأردنية وبعثة صندوق النقد الدولي توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقتها المحدد. وفي اختتام المراجعة ارتفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 1.750 مليار دولار، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي. وكان فريق بعثة صندوق النقد الدولي قد زار الأردن لإجراء المراجعة السادسة لأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.